رابع مرة زلزال مع التأكيد العلمي على أنه إحنا مش في حزام زلازل لكن المعهد القومي للبحوث الفلكية قال النهاردة بالفعل أنه حصل زلزال الزلزال ده حصل للمرة الرابعة وحصل الساعة عشرة ونص الصبح النهاردة وكان المتوسط بتاعه أو درجته ثلاثة وتسعة من عشرة ريختر مركزه فين؟ برضو مرة تانية عند اليونان في شرق كريت. ده معناه انه حصل اربع زلازل خلال شهر على مدى الفتره اللي فاتت وسجلتها الشبكه القوميه المصريه للزلازل. اربع زلازل متتاليه. لكن علميا لغايه دلوقتي واللي بيقولوا المعهد القومي للبحوث الفلكيه واللي احنا درسناه اللي احنا درسناه لسه صح لغايه دلوقتي ان كل ده بيتم حوالينا في اماكن مختلفه لكن مصر نفسها بعيده عن احزمه الزلازل مختلفه.